أبتي. أسر إليك أن غسول هذه الأرض من دمنا، وأن يدا تعتق للصباح صفاء أدمعنا، وأن غدا سيولد من مخاض غد فيرحم حزن هذا الكون في أحناء أضلعنا. أبتي أبتي، أسر إليك أن غسول هذه الأرض من دمنا، وأن يدا تعتق للصباح صفاء أدمعنا، وأن غدا سيولد من مخاض غد فيرحم حزن هذا الكون في أحناء أضلاعنا. أبتي أبتي. أمي الغالية، كنت فكر إنه شكل الملائكة بيشبه الأيقونات اللي كنت أشوفها بكنائس حلب ولبنان والقدس. اليوم اكتشفت إنه الرب بيرسل ملائكته بأشكال مختلفة. هلأ عندي ملاكين حارسين. الملاك الأول سيدة فقيرة ومعدمة لكن عندها شموخ عزة الملكات والأميرات ما عندهم مثلها. بتشبهك كتير يا أمي. الملاك الثاني هو أب جليل، مو بس بيعلمنا اللاهوت، بيعلمنا الحياة. ما بقدر أقلك شقد أنا مبسوط لوجودي هون. شغلة واحدة قلقتني وحرمتني النوم، أماني حاملة من فترة، صاحبة تأخر، ما بعرف اسمه، ما بعرف إذا كان عايش ولا ميت، بس لازم أرجع له الأماني، هو بحاجة إلها. اشتقت لك كتير يا عمي. الله يحميكي ويجمعنا على خير.
أبتي، كما في كل ليلة أصلي لذلك الشاب، ارحمه يا رب وامنحه الأمن والسلامة. إن كان في السجن فامنحه الشجاعة في وجه سجانه، وإن كان يواجه الموت فامنحه الصبر والقوة والإيمان، وإن كان قد قضى فقربه إلى جوارك كما قربت كل القديسين الشهداء الذين قدوا في مواجهة الظلم في كل مكان وزمان. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يرحمنا جميعا أحياء وأموات. إيش مالي خالتي معطى؟ ما هو على بعضك؟ فيش إشي، تشغلش بالك. شغل بالي وبشي الحال، إيش في؟ امبارح أجوا علينا الإنجليز بالليل، قال بدهم ضريبة عقار. لإيش عاملينها وإيش طعمتها بتعرفش؟ بدهم 4 جنيه ضريبة عقار. تقوليش عندي أصاري البلز كلها خشة قد الزريبة. إيش بتسوي؟ رجعهم الله يخليك يا بني، ما أنت معتر أكتر مني. بعدين أنا بأخذش صدقة. هي ما هو صدقة، هي مساعدة خاتي معطى. بعدين افترضي انه امي صاير معها هيك وعطى بيقدر يساعدها، وقصر ايش بتسوي فيه؟ بمزح رقبته. ايش قلنا؟ مساعدة؟ لا مش مساعدة، دينه برد لك يا الله يرضى عليك يا ابني. دعيلي الله ييسر لك كل امر يسير، ويبعد اولاد الحرام عن طريقك. فهمني انت ايش مشكلتك؟ مصر تخالف النظام؟ مصر انك تتعاقب؟ احنا ما صدقنا هداك اليوم كيف عدت المشكله. بترجع اليوم الصبح بتطلع برا الدير ولا كانك سائل، وانا كذا مره صرت منبه عليك ابونا. ما بدي اسمع ولا كلمه. عقوبه 2 أسبوع ممنوع تدخل على غرفه المطالعه والراديو، وساعتين عمل اضافي في ورشه نجاره. Thank you.
ايه اللي جرى؟ عقوبه. عقوبه ايه؟ ممنوع من دخول غرفه المطالعه اسبوعين مع ساعتين شغل زياده بورشه نجاره. ده انت بتستاهل بقى يا صاحبي، ما انا قلت لك اكتر من مره ما تخرجش من الدير تاني. مجدي الله يخليك، مو ناقصك. انا اسف. تصبح على خير يا صاحبي. وانت بخير. يسعد اوقاتك خالتي. نعم. ولو ما بترد السلام؟ فايز اقصرها، ايش بدك؟ اجاني سعر لبيتك اشي ما بيتصدق. قلت لك 100 مرة بديش ابيع. طب مش لتعرفي قديش بده يدفع؟ والله لو بدفع مال قارون ما ببيع بيتي ليهودي. لا يا خالتي، شو قالوا لك عني عميل؟ او سمسار من هالسماسرة الانجاس اللي قاعدين يبيعوا البلاد؟ الشر عربي، زلمي ساكن بيافا بس بدوش حدا يعرف اسمه. بدوش حدا يعرف اسمه؟ ولا فايز؟ ايش مفكرني قدامك هبيلة؟ اخبار وساختك واصلة لاخر الدنيا. روح قول لليهودي اللي باعتك ام عطا مش رح تبيع. لا يا خالتي، ليش الغلط؟ ليش انتو السماسري اكتر ناس بتحكوا وطنيات؟ لا وبترفعوا صواتكم وبتحردوا عأساس تعنالكم بشرفكم. ليش انتو عندكم شرف؟ اسمعي مني، طلعوا من الدار اليوم بمصاري احسن ما تطلعوا بكرة ببلاش. انقلع من هون احسن ما الم العالم عليك. بسيطة. لماذا يوجد شر في هذا العالم؟ طالما أن الله خير، طالما أن الله عادل، فلماذا يوجد شر في العالم؟ الشر في العالم ده يا أبونا هو من صنع الإنسان. ولكن الله يستطيع أن يمنع الشر، أليس كذلك؟ فلما لا يمنعه؟ لأن الشر من ضرورات التجربة. بمعنى؟ كما تعرض يسوع للتجربة على الجبل، نتعرض نحن كبشر لتجارب مختلفة لاختبار قوة إيماننا. من السهل أن نكون مؤمنين إذا كان الخير يعم الدنيا، لكن الاختبار الحقيقي لإيماننا هو مواجهة الشر والظلم وعدم التراجع أمامهما مهما طال الزمن. أحسنت، أحسنت يا جورج، ولقد أضفت في نهاية حديثك جملة مهمة جداً جداً جداً. مهما طال الزمن. نعم يا أحبائي، مهما طال الزمن. أحياناً يطول عهد الظلم حتى يخيل لنا أنه لن ينتهي أبداً. تحضرني الآن قصة أحد القديسين الذين قبض عليهم الرومان هنا في القدس، وتحديداً في الزقاق القريب من ديرنا هذا. كان سجانه ضابطاً رومانياً من الحاقدين، وعرف بتلذذه بتعذيب المؤمنين. وتمادى هذا الضابط كثيراً حتى خيل للجميع أن أحداً لا يستطيع رده. رفض القديس أن يتراجع عن إيمانه، فقتله الضابط بعد تعذيب طويل. حزن المؤمنون لموت القديس، وسر الضابط الروماني، لكنه لم يعلم أن العدالة الإلهية ستضرب قريبا. في إحدى الليالي، فيما هو عائد إلى منزله ثملا، ضربته صاعقة من السماء أودت به. ظن الضابط الروماني أنه يستطيع الاستمرار بظلمه، فكان أن دفع ثمن بطشه وغروره. لكن أبونا، هل مات الظلم بموت هذا الضابط الروماني؟ لا، ولن يموت حتى يوم الدينونة. لذلك يا أحبائي،
علينا أن نحاربه حتى ذلك اليوم. ضحكونا معكم؟ ما فيش أي حاجة يا أبونا، أصله جورج كان بيهزر شوية. طيب سمعونا. أبونا نكتة ما كتير بتضحك. ممكن أسألك سؤال يا أبونا؟ تفضل. فيها حاجة لما النكت تكون عن أي حد من رجال الدين؟ في طلاب هنا بيقولوا إن النكت اللي زي دي ممكن لا سمح الله يكون فيها إساءة للإيمان أو الدين. يا ابني، رجل الدين بني آدم مثله مثل غيره، أفعاله بتحتمل الخطأ وبتحتمل الصواب. الطلاب دول بيقولوا إنهم ما ينفعش كطلاب لاهوت إنهم يقولوا نكت زي الناس السوقيين. هالناس اللي وصفوهم بالسوقيين هن ملح الأرض وورثة المسكولة. يخبرنا القديس جيروم عن رئيس دير يدعى أبولو، وكان دائم البشاشة، وبيقول: لماذا نجاهد ووجوهنا عابسة؟ ألسنا ورثة الحياة الأبدية؟ اترك الوجوم والعبوس للوثنيين والعويلة للخطاة، أما الأبرار والقديسون فحري بهم أن يفرحوا ويبتسموا لأنهم يستمتعون بالروحيات. تبقى مر لعندي يا جورج واحكي لي شو عندك نكت. يمكن أبونا ليلة واحدة ما بتكفي. بتعرف يا جورج، بتذكرني بالقديس إيلاريون، بتعرفه؟ بعرف إنه مولود قريب من غزة وآمن بسن مبكرة، بس عفواً أبونا، كيف بذكرك فيه؟ إيلاريون معناها البهيج، عندي كتاب عنه، تبقى أمر لعندي وخده. حاضر. خالتي معطى، خالتي معطى، ما فيني اتاخر كثير، لازم ارجع بسرعه، شغل بالي عليكي، الك كذا يوم ما اجيتي لعنا. كيف عرفت الدار؟ اللي بيسال ما بيضيع. غلبت حالك يا بني. خالتي معطى، ايش في؟ في شيء تعبانه شوي. هي مو دموع تعب، هي دموع قهر، إن شاء الله تحكي لي إيش في. قلت لك فيش إشي يا بني، فيش إشي. قديش بدهن هالمرة؟ قديش بدهن هالمرة؟ Thank you.
بعرف انه ممنوع نتدخل بالسياسة، بس الموضوع بدي احكيكم فيه ما هو سياسي، هو موضوع انساني ووطني، وبقدر اقول انه ديني. المسيح ولد وعاش وصلب هون بفلسطين، ومين صلبه؟ هدول اعداء المسيحية واعداء فلسطين. وبقول اليوم وبكل قناعة إنه المسيح هو المناضل الفلسطيني الأول. هالمرة المعترة زوجها استشهد وابنها عطبوه اليهود، ما رح نقدر نحمل سلاح ونحارب دفاعا عن بيتها، بس بنقدر نعمل أشياء تانية. انشروا الكلمة إخواني ووصلوها لكل المؤمنين، لكل الناس الشرفاء. خلوا أم عطا تعرف إنها مش لحالها. دول كل حاجة قدرنا نجمعها. بعض الإخوة ما حبوش يتبرع. اللي يتبرع الله يكتر خيره، واللي ما تبرع الله يسامح. ربنا يبارك فيك. أنا لسه ما وفيت ديني الأولاني، لا أقدر أوفي هذا الدين. نحن ما مستعجلين. بقدرش أخذهم. بتتذكري ما أعطيتك الأربع جنيهات وقلت لك هدول مساعدة إليك؟ وأنا قلت لك هدول مش مساعدة. مزبوط حكيك. هدول مو مساعدة إليك، هدول مساعدة إلي أنا. خالتي معطى، أنتِ لما بتحمي بيتك بالقدس بتكوني عم تحمي بيتي بحلب، عم تحمي كل بيت بكل بلد عربي. إذا فلسطين ضاعت كل شيء بيضيع. المسألة صارت شخصية بالنسبة لي، ما رح أقبل بيتي يضيع. أنتِ إليك برقبتنا دين كبير، بتمنى الرب قدرنا نوفيك إياه. شايف أبونا؟ الحكي بالسياسة ما في مفر منه. ومين قال لك نحن وبس عم نحكي بالسياسة؟ الأساقف الكاثوليك طالعوا نداء، اتهموا في الغرب بالانحياز ضد العرب. تفضل، هذا هو رأى. ولكننا إذ نلاحظ إسراع الغرب عند حصول العنف إلى التنديد بالمظلومين وحدهم، فلا يسعنا إلا أن نشعر بمرارة عميقة، وهذا يفسر إلى حد بعيد عدم اكتراث المظلومين برأي عام يقال إنه عالمي، لأنهم يلمسون فيه التحيز والظلم. لماذا لا يدين العالم العنف المتواصل الذي يقع الفلسطينيون ضحية له على الرأي العالمي، كي يكون أميناً للحقيقة الإنسانية ألا يساند في حل النزاع العربي الإسرائيلي سوى بالمشاريع التي تقول بحق الشعب الفلسطيني في أرضه؟ أمي الحبيبة، اشتقت لك كثير، اشتقت لأخواتي، اشتقت لبيتنا، اشتقت لحلب. أكيد تصلك أخبار فلسطين والقدس، وبتسألي حالك يا ترى ابني إيش عامل هلأ. الدراسة والحياة ماشيين، بس أكذب عليك وأقول لك مبسوط. لا والله يا أمي ما مبسوط، ما بقدر أكون مبسوط والدنيا قايمة وقاعدة والناس مظلومة ومقهورة. أدعي لربي ليل نهار يحمي فلسطين وأهل فلسطين. أدعي وصلني معي يا أمي.
ايش قلتي لي اسمها؟ هاي سمائية، هي أكلة غزاوية وأصولها يحطوا لها لحمة. خلص المرة الجاية رح أحط لك لحمة. إيش شو خالي؟ لا تكوني ورتاني وما لي خبر. إيش بدي أورط يا حسرتي؟ بس أولاد الحلال لقوا لي شغل كتير كويس بفندق الملك داوود، وهي هالحرب الكبيرة خلصت وشكلها رح تفرج. خلصت بأوروبا واليابان، بكرة بتبلش عنا. وإحنا قدها وقدود. بعدين إحنا مش لحالنا، بيحكوا الزعماء العرب رح يجتمعوا عندكم ببلدان ورح يشوفوا إيش رح يعملوا. رح يعملوا صحن سلطة جنب هالسماعية. معك حق هيك تطلعي. يا ستي حتى صحن سلطة بجوز ما يطلع بإيدهم يعملوا. تتمسخرش برضاي عليك. وحياة ابني عطى إني متفائلة، طالما هالبلاد فيها شباب زيك حقنا ما بيضيع. البلاد مليانة شباب متحمسين مثلي ويمكن أكثر، بس اللي ما بتعرفه أم عطا هو إنه قدر هالبلاد مو بين إيدين شبابها، قدر هالبلاد بين إيدين زعمائنا، وقدر زعمائنا بين إيدين زعمائهم من إنجليز وفرنسيين وأمريكان. هاي قناعتي بعد 4 سنين من الحياة والدراسة بفلسطين. جورج، أبونا بسيل، بسرعة. سلامتك أبونا، شوية برد وبروح. هالمرة مش ظابطة معك النكتة يا جورج، برد بنص تموز. بيقولوا برد الصيف أحد من السيف. هي اللي بياخد برد ما بيصلوا عليه. أبونا نحن محتاجينك. بتذكر لما كنا نحكي عن الخير والشر؟ بتذكر. كنت تقول إنه قد ما طولت المعركة بيناتهم بالآخر لازم الخير ينتصر. أنا قلت الكلام يا ابني، لكن لما عشت حالات الشر المتعددة وشفت ناس كتير من الأشرار وكيف ما بيميزوا بين الصغير والكبير وكيف الشر بيتمكن من الغني والفقير، من القوي والضعيف، قلت لحالي لا لا، أنا غلطت وعلمت طلابي الغلط. لكن يا جورج بعدين الله أكرمني واقتنعت يا ابني أني أنا كنت على حق. إيه كنت على حق، وقلت لابد ما الخير ينتصر على الشر. جورج يا ابني، كل علمي ومعرفتي صارت بين يديكم، وهلا ما انكم محتاجين إلا للصبر والإيمان لمواجهة أيامكم الجاية. أنا يا ابني صرت من أيامكم الماضية. لا لا تبكي يا جورج، ما بيلفعلك البكي أيها البهيج. إن شاء الله الله ينصر بيلبق فيك الوقت. Thank you.
كل واحد بيرجع على غرفته. مجدي. حاضر يا أبونا. تطلع بتستنى جورج برا، وبس يرجع خليه يجي لعندي على المكتب فورا. حاضر. ايه اللي جرى؟ في ايه؟ اليهود فجروا فندق الملك داوود. ايه؟ مش ده هو مقر حكومة الانتداب؟ ما عاد فارقة معهم. جورج اجري عند ابونا مانويل بسرعة. ربنا يكون معاك يا اخي. خير ابونا. يمكن عم بتقول لحالك اني بلا قلب او بلا ضمير أو الإشي اللي عم بيصير مش فارق معاي. قلت لحالك هيك إشي؟ لا أبونا، بتفهم موقفكم. طالما بتتفهم موقفنا ليش عمال تتحداه؟ إحنا رجال دين، يعني بهيك ظروف بيصرش نتدخل، بيصرش تطلع على موقع التفجير. افهمها عاد، إحنا بيصرش نتدخل. سامحني أبونا بس ما عم تنفهم معي. هي بلادنا وهدول عم ينسفوا بلادنا ويقتلوا أهلنا. ما بقدر أكون محايد وما أتدخل. أنا آسف وجاهز لأي عقوبة. جورج عاقبتك مرة، ما بدي أعاقبك مرة تانية. أنت من خير طلابنا، والسنة الجاي راح ترتسم كان. ما بدي أي شيء بعدك عن هالطريق. سامحني مرة تانية أبونا، ما بقدر أوعدك. بتشكرك على صراحتك. اسمح لي أوصل مشوار صغير. أم عطا وابنها بيشتغلوا بالفندق، بدي اطمن عليهم. جورج ابقى طمني عليهم. انا كمان. خالتي معطى. الحمد لله على سلامتكم. طمنيني عنكم. الحمد لله بعدني عايشة. عطى وينه؟ انكتب له عمر جديد. تعال. الحمد لله على السلامة يا عطاء. ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. وانت ايش رح تعملي خالتي؟ اللي عملته من لما وعيت على هالدنيا. عندي ابني وعندي داري لازم أدير بالي عليهم. رح أصبر ورح أطحن الصخر، ولو إيش ما صار ما رح أسلم. رح أصلحهم وأرجعهم. هدول بدهم نجار. سيدنا المسيح كان نجار. الحمد لله أخذت منه النعمة.